ده تحرك عفوي للأهالي احتجاجاً على الانقطاع المتواصل للمياه لعدة أيام، وهذا أمر لا يجوز. وقلنا سابقاً نحن مش حنسمح إنه تنقطع المي عن صيدا بعد الآن. هلأ صار في تغيير بالإدارة، تفاءلنا خيراً، ولكن مع الأسف الشديد نحن ما شفنا أي نتائج إيجابية لهذا التغيير على الأرض بأرض الواقع، وهذا بيستدعي تدخل مباشر من كل المؤسسات المعنية، خصوصا وزارة الطاقة والمياه، وأيضا من البلدية، وأيضا من نواب المدينة، لوضع حد لهي المهزلة إنه ما في مي بصيدا، وصيدا تعوم فوق بركة من المياه العذبة النظيفة، وليش ما في مي ببيوتنا ببيوت الناس؟ هذا أمر لا يجوز أن يستمر. وأنا بدي أقول لكم شغلة، هلا أنتوا نزلتوا واحتجيتوا، وهذا أمر لازم يصير ولازم كل يوم يصير. كل ما تنقطع الكهرباء او المي ساعة لازم ننزع على الشارع نعبر عن رفضنا واحتجاجنا لهذا الواقع المزري اللي وصلنا له. بس انا ما بدي منكم شغلة، نحن ما بدنا نأذي اهلنا، ما بدنا نقطع الطريق على اهلنا. نحن ماشي بكرة، مش هلأ هون، نحن بكرة بنكون بشركة المي. بكرة بنكون بشركة المي. هلا قطعنا الطريق ولا عنا دولة، شو بنستفيد من هالموضوع؟ بكرة بيجوا عشو كأنه شيئا لم يكن. على الأقل من صوت نحن بكرة بدل ما نكون على الطريق هون، هلا وقت ما بدنا ننزل على الطريق بننزل كلنا سوا، كل صيدا لازم تنزل. صحيح. المفروض ينزل. بكرة نحن كهلا ناس بقدرنا، أنتم كشباب وصبايا وسيدات بادرتوا لهيدا التحرك، وهيدا تحرك ايجابي انا بحييكم عليه. بس بدي بكره يكون التحرك على شركة المي. شركة المي التحرك. الساعة 10 ونص الصباح على شركة المي. بتدعوا كل اهلنا، كل الناس كبير وصغير بالبلد القديمة وبكل المحيط هيدا، يتفضلوا ينزلوا بكره على شركة المي، يحتجوا هناك. بدناش لا نولع دواليب ولا نقطع الطريق على اهلنا. هيدا اللي بدي اياه منكم، وانا معكم باستمرار الى اقصى حد، الى اقصى حد. ما بتفرق معي شيء. واللي بدي يسأل الله يخلينا اياك يا حكيم. انا اصلا معش لي صاحب بهالمسؤولين، كل مسؤولين الدولة معش لي صاحب فيهم، معلى شيء. وانا مبسوط هيك، نحن منحازين للناس وحقوق الناس. ما بيجوز بيوتنا ما يكون فيها مي. عيب عليهم الفقراء. هيدي إهانة لهم. حطهم بس يصروا. في عنا أعراض يا عمي، في عنا شرف. حكيم بس ليه عنا نحن بالبلد بس عنا. لا لا بكذا محل، كذا محل بالبلد. صيدا إجمالا كل صيدا. أنا عندي بيتي في شمال. حكيم المؤسسة عم تقول في كابل مضروب للكهرباء. كابل مضروب ما بنفس بيسهر ليل نهار لصالحه. ربع ساعة بيتصلح. ليل نهار لصالحه.